السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث على شاشة الساحل. حدثنا لهذا المساء هو الحدث الذي حملته عطلة الأسبوع، نهاية الأسبوع معها لهذا اليوم، وهو حدث مطالبة بعض النواب، مجموعة من النواب من الأغلبية بتعديل الدستور. هذه المجموعة وصلت لأمس 80 موقعا على عريضة تطالب بتعديل الدستور وفتح المأموريات سعيا لترشح الرئيس محمد عبد العزيز لمأمورية جديدة. رصدنا خلال نشرات نهاية الأسبوع الرأي القانوني في هذه الدعوة وأرى بعض الأحزاب المعارضة. اليوم معنا لنقاش هذا الموضوع النائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي بابا والبنيوك. أهلا بك ضيفي الكريم. إذا ما الجديد في تطورات هذا الملف وما هو موقف حزبكم؟ طبعا أصدر بيانا حزب التحالف الوطني الديمقراطي، أصدر بيانا بأنه يدعم هذا التوجه التوجه الذي يقترح تعديل الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. بداية نختار نشكر قناة الساحل للاستضافة الكريمة. حزبنا حزب التحالف الوطني الديمقراطي أعلن عن دعمه لمبادرة تعديل الدستور، وتمت هذه المبادرة بالتوافق بين جميع أعضاء الحزب، مكتب التنفيذي للحزب. هذا من الناحية الحزبية. من الناحية الثانية بالنسبة لنا، والمنطلق اللي ننطلقه من في قضية تعديل الدستور، أن مبدأ التنافس على السلطة أنه مبدأ يجب أنه يتم عبر صناديق الاقتراع. نعم. وليس عبر مواد مقننة. لأنه صناديق الاقتراع يفترض فيها هي اللي تحدد وهي المحدد وهي العامل الصارم في تحديد من يخوله الشعب رئاسته، وليست قوانين جامدة يريد البعض، والله اختيار البعض أن يعدلها مقدس، اختيار البعض أن يعدلها قوانين جامدة، ولكن ظاهرنا أنها مواد قابلة للتغيير، ومواد من ناحية القانونية ومن ناحية الدستورية أيضا شرعية تغييرها متاحة. نعم، لكن بالمقابل، هل يعني طبعا تغيير الدستور أو تعديل الدستور شيء متاح ويكفله القانون، لكن ألا ترى معي بأن الجراءة على الدستور كل سنة يتم تعديل الدستور، طبعا تعديل الدستور متاح ومشروع قانونيا، هل هذه ظاهرة صحية كل سنة يتم تعديل الدستور؟ ألا يشكل هذا جراءة على الدستور؟ طبعا هو نص غير مقدس، لكن الجراءة عليه وتغييره كل سنة ربما يجعل منه يعني أمرا سهلا والكل يتجرأ عليه أي وقت شاء. شكرا. تعديل الدستور السنة الماضية وهي السنة أو السنة قبل الماضية وهي السنة لا يعني الجراءة عليه، ولا يعني أنه لا يعود كل سنة متاح التعديل، لكن مبدأ تعديل الدستور هذا مبدأ متاح في الدستور نفسه، وبالتالي من أنت تشرع في مجموعة من النواب عاطيها حق، عاطيها الدستور نفسه حق تعديله، هذا ما يلا يعتبر أنه نوع من التجاوز للدستور به لهذا الدستور نفسه. احنا ما نقدر نعود ونطالبه باحترام الدستور، وفي نفس الوقت احنا عندنا بعض الجوانب همنا بأنها ما تسهليه، والله همنا بأنها ما نخلوها متاحة. النائب عنده الحق يعدل الدستور، هذا مادة في الدستور. كل ما أراد مجموعة من النواب، لأن النواب شنو هم؟ النواب منتخبين للشعب. هذا اللي يعدله يفترض فيه يعود ترجمة لإرادة الشعب، لأن الشعب هو اللي انتخبهم وجابهم. من أن يقروا هما تعديل الدستور، يقروا هما تعديل بعض المواد الدستور، مع هذا معناه شنو؟ معناه أن الشعب موافق لهذه التعديلات الدستورية، اللي عاد ما موافق عليها ما يقدمهم قاعهم ولا يرشحهم ولا يجيبهم المواقع نيابية متقدمة. نعم، لكن المسعى العام لهذا المقترح الذي يريد تعديل الدستور هو أن تفتح المأموريات حتى يتمكن الرئيس الحالي محمد والعبد العزيز من الترشح لمأمورية جديدة. الرجل أكد أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء مع يعني وسائل إعلام دولية أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأنه سيحترم الدستور. لماذا تحرجون الرجل؟ إذا كان الرئيس نادى أكثر من مرة أنه سيحترم الدستور، ما المانع من أن يحترم؟ إلى ما يبقى يترشح له ترشحته. مسألة تعديل الدستور وفتح الدستور وإزاحة بعض المواد اللي نعتبره ويعتبر بعض النواب الآخرين إنها مواد إنها فيه نوع من التقنين ونوع من حصر سلطة الشعب، كنا نقوله مادة المواد الدستور إن الشعب هو مصدر السلطات،
نقوله ما الدخرة ان الشعب ما لنا سامحين له يختار فلان الفلاني الله يختار الفلاني، معناها ان قننا هذيك السلطات اللي اعطت الشعب. بالتالي مساله هاي المساله ما عندها علاقه ترشيح الرجل والله عكسه، هذه مواد يرى بعض النواب انها يجب ازالتها من الدستور لانها تشكل الغام. احنا كحزب التحالف الوطني الديمقراطي المواد اصلا ما لنا مشاركين في صياغتها، واللي شاركوا في صياغتها ما ظهر انهم كانوا موفقين في وضع المواد، ما ظهر انهم كانوا موفقين، لان الدستور يضع دستور مرن ويضع دستور مفتوح ويضع دستور متاح لاي مواطن موريتاني، لان الشعب هو مصدر السلطه. الشعب نعود مثال يبقى يقبل راه يختار، نعود ما تري يبغي يقعد لين يرشح من واحد يقول ما تلف صوت المنطقه الاخرى. بالتالي حصر انتم لا يتعدوه بيكون لدور محمد عبد العزيز ترشح انتم الدور، هذا لانه فيه نوع من توجيه النقاش صار نقطه معينه صار هدف معين، واحنا بعد ما هو ظهرنا ظهرنا ان هذا المنطلق وهذا المبدا مبدا عندنا ان ذي المواد اللي يجب انها تعد ويجب انها تفتح ويجب انها تفتح ويجب ان الشعب هو اللي يترك له تقرير المصير، هو اللي يترك له تقرير من سيقود. نعم واضح جدا. اذا حسب ما فهمت من كلامك انكم تدعون لفتح المأموريات وليس الغرض النهائي هو هو لغرض ترشيح او تقدم الرئيس محمد عبد العزيز لمأمورية ثالثة. اذا انتم تريدون فتح المأموريات حتى لو لم يترشح الرئيس لمأمورية ثالثة. اذا لماذا تأخرتم كل هذا الوقت لتأتوا في الوقت يعني بدر الضائع؟ النواب لديهم بقية هذا الشهر ليكملوا دورتهم البرلمانية الاولى، الدورتان بينهما طبعا 60 يوما. دعوة المجلس الوزراء لهيئة الناخبين ستكون في ابريل، الوقت ليس لهذه يعني ما يسميها البعض بين قوسين المغالطات السياسية. على كل حال نحن ما نعتبرها مغالطات سياسية، نحن نعتبره إجراء دستوري قانوني من حقنا ككتلة برلمانية كنواب ومن حق غيرنا أنهم يطالبوا به، لكن أيضا من حق البعض الآخر أنه يعارضوا ويقف ضده، وهذا مظهر الديمقراطية العادل. مبدأ كيف قلت لك عندنا من هذا الموضوع هو أن فيه مواد ظاهرنا أنهم يا الله يزاح اللبس خصوصا هذه المواد يا الله يزاح. لكن اللبس هذه المواد أخي الكريم ليست جديدة، هذه المواد تم طرحها في وقت سابق في حتى في المأمورية الأولى، لماذا لم تطرحوها في وقت المأمورية الأولى؟ وقت المأمورية الأولى نحن ولا ما كنا حزب ما كنا مجهدين. أعرف، لكن من تدعون معهم في هذا الحراك؟ لماذا لم يطلقوا المأمورية؟ لا تقول لي اسالهم هم ما لهم يعدوا طلقوا هذه الساعه ذاك السؤال، هم اللي جاوبوا عليه، احنا ما لنا جاوبين عليه غير بالنسبه ان احنا كحزب سياسي وكبرلمانيين انت ما هو حزب سياسي. نعم هذه الفكره من حيث المبدا فكره جيده عندنا وتبنيناها وطرحناها وقدمنا عنها بيان وهذه هي قناعتنا بغض النظر عن توجيه النقاش شور شخص معين، بغض النظر بالنسبه لنا هذا فكره ظاهر ان التناوب على السلطه من خلال المواد المقننه هذا فيه نوع من اولا هذا قاعد فيه نوع من اسمح لي نقول لك لا يفرض نوع من الكسر السياسي في النخبه السياسيه، لانك انت منين تعود تقول انا على الشخص معارضه يعني اصبر على الشرع ما ونمشي عني كان يجيني واحد اخر ماني معارضه، معناها انك مبدئيا تخليت عن اللي قالوا النضال السياسي وعدت تنتظر وتوم كذا على الشرع ما لا يجد حانيه كان، وهذا ما يضع هو لب العمل السياسي، العمل السياسي العمل المستمر ويضع مبدا الشعب ونهايه الشعب. نعم هناك ايضا مظهر ايجابي من هذه من حصر المأموريات على يعني مأموريتين، هناك امثله كثيره في الدول يعني دول الصف الاول، هناك ايضا امثله سيئه على فتح المأموريات هنا في افريقيا، لا تعتبرون؟ شوف المأموريات لكن لا نضرب الامثله، يعني نضرب امثله سيئه وامثله وجبه. المانيا قمت الديمقراطيه اليوم المستشاره الالمانيه مضتها الرابعه والخامسه، بالتالي معناها ان القضيه عقب ذاك حتى بديل اللي يفترض فيه يعود بديل للتناوب على السلطه ما 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 مؤكد كاع انه لا يعود احسن من الموجود، لان رانك عندك تجربه الولايات المتحده الامريكيه كان عندنا اوباما وجانا ترامب هو أسوأ رئيس امريكي بحسب رايك طبعا. هذا نعم. ما هو راي انا، هذا عند المتابع الاعدام ومتابع بوش كان نعم. سبب نعم. اوباما كان من أسوأ رؤساء الولايات المتحده الامريكيه، بالتالي حتى التناوب على السلطه منطين ما هو حتى كفيل انه يقدم لك البديل المناسب. بالتالي هذه امور مرتبطه بالدوله، مرتبطه بواقعنا احنا، ظروفنا. الديمقراطيه بالنسبه لنا ما هي الا تناوب على السلطه، تناوب على السلطه شكلي. الديمقراطيه ياسر من المكونات. الديمقراطيه بناء مؤسسات قويه،
الديمقراطية توسيع نطاق الطبقة المتوسطة، الديمقراطية تعميم التعليم، الديمقراطية تحسين ظروف المواطنين، الديمقراطية تمكين المواطن من وصول الخدمات. هذه هي الديمقراطية، هي أهداف. احنا اليوم اللي نواجهه ما هي قضية تناوب على السلطة، احنا اليوم اللي نواجهه والأخطر على المجتمع والأخطر على الشعب هو ذي الخطاب اللي أظهر مجددا واللي هو اللي أصبح يهدد وحدتنا ويهدد مكوناتنا، خطاب الشرائحي، خطاب الفئوي، خطاب العنصري، اللي فعلا سرطان الدولة، اللي فعلا وجوده يهدد كيان الدولة. منين يعود فيه سياسيين معنى الكلمة موجودين في البرلمان، يتبناه خطاب شرائح، يتبناه خطاب فئوي، وفي نفس الوقت يعود يطالب بالتناوب على السلطة. أنا ماني فاهم ذا المتشابه، أنا ماني فاهم سياسي طالب بالتناوب على السلطة وهو خطابه خطاب شرائحي، خطابه خطاب عنصري، خطابه خطاب فئوي، متبنى أفكار وخطابات تثير الشحن، تثير النعرات الفئوية، تمزق المجتمع وتهدف إلى انهيار كيان الدولة. ما نعرف ذا المنطق، بأي منطق ذا النوع من الناس يقعد يطالب بالديمقراطية من باب أحرى يقعد يطالب بالتناوب على السلطة؟ نعم، البعض يذهب بأنكم بهذه الخطوة بمطالبتكم بفتح الماموريات تمنعون موريتانيا من الحصول على تجربة الحصول على خيار لا تمتلك تجربة كبيرة معه، وهو انتقال السلطة عن طريق انتخابات. ليس هذا طرح ممكن يكون هي الانتخابات الى خلق طاهر ما تقدر تجيب رئيس اخر ما هو الرئيس الحالي، اذا افترضنا قاعد نترش ما له صناديق الاقتراع ما له ما تجيب رئيس اخر. احنا قاعد ننظر الى التناوب على السلطه، ايه نطول فرصه للشعب، والشعب يصوت اللي اختار الشعب ذاك هو رئيسه. لان للاسف الشديد النقاش اليوم نقاش يحاول البعض انه يحصره شخص في حزب، وذو هو الخلل في النقاش. المشكلة أظن أنها في التوقيت الذي اخترتم واخترت هذه المجموعة البرلمانية لإطلاق هذا طلب، هذا المقترح. الطلب المقترح جاء بعد مجموعة من المبادرات تم تنظيمها تطالب بالحرف الواحد، ليس بتعديل الدستور وإنما بترشح الرئيس محمد بن عبد العزيز لمأمورية ثالثة. إذا في هذا السياق جاء بعده مباشرة مبادرة النواب. إذا ما نعم مبادرات أنا ما نتكلم عنها لأن لسنا معنيين بموضوع المبادرات. مبادرات تقوم بها بعض الأحزاب، من حقها تعبر عن رغبتها في الرئيس، ومن حقها تعبر عن تمسكها به، هذا طبيعي ومشروع في السياسة. نحن بالنسبة لنا المبادرات لسنا معنيين به، اللي معنيين به هذه الفكرة اللي طرحنا واللي مدافعين عنها واللي قدمنا عنها واللي بالنسبة لنا مقنعة وبالنسبة لنا مهمة وضرورية وترقى الأهمية ترقى الأهمية كبيرة بالنسبة لنا. هي مسألة التعديلات الدستورية اللي ظاهر أنها تكرس فعلا، تتيح وتعطي فرصة حقيقية للشعب الموريتاني أنه ينتخب رئيسه عبر صناديق الاقتراع وليس عبر مواد مقننة. نعم، إذا لماذا تأخر حزبكم حزب التحالف الوطني الديمقراطي في الالتحاق بهذا بركب المطالبين بفتح المأموريات؟ أولا نحن ما ننتظر من الأحزاب اللي تنتظر من تشوف مادة واحدة ورواية واحدة تحالفين. نحن بالنسبة لنا كيف قلت لك أن فكرة أصلا المواد المحصنة في الدستور، والله هذه المواد اللي يسميها بعض محصنة في الدستور، فكرة بالنسبة لنا ما هي مفيدة ولا ظهرنا انها سليمه. واتخاذنا هذا القرار جاء بعد قناعه منها وبعد ايمان وبعد دراسه للوطن وبعد دراسه متانيه لمجريات الامور وكل ما يدور عن قناعه منها تبين لنا ضروره الذهاب والتوجه نحو تعديل الدستور. تعديل الدستور سيقعد قاعد يشوف حد ما هو محور. المهم ان الشعب الموريتاني تتاح له فرصه يختار الشخص اللي نعم يختار. لكن ما هو ما هو ما هو ما هو ما الذي يبرر هاجسكم من مواد المحصنه للمواد المحدده للمأمورية ما دامت الماده الجامعه لهذه الحاميه لهذه المواد غير محصنه؟ ما دام المواد المحصنه للمأمورية هي مواد محصنة، لكن المادة الجامعة لها ليست مادة محصنة. إذا ما الداعي لهذا الهاجس الذي قلتم بأن حماية المواد المحصنة للمأمورية تعتبر مواد جامدة ويجب تغييرها؟
أعتقد أني أجابت جاوبتك بشكل أو بآخر في بداية الحديث على السؤال، لأن لك نفس الجواب. إحنا ما فهم عندنا هاجس. الفكرة اللي عندنا والخلفية اللي منطلقين منها في صياغة المبادرة وفي دعمها وفي الدفاع عنها وفي تقديم ما قدمنا، هو فكرة أن ما ظاهرنا أن يا الله تعود فيه مواد محصنة في الدستور، ما يا الله تعود فيه مواد مقفولة في الدستور. الدستور يا الله بالنسبة لنا يا الله عدو صب مفتوح متاح، نعم، مسموح لكل فرد في الشعب الموريتاني متى توفرت فيه الشروط انه يتقدم لذاك المؤسسه اللي يتقدم، سواء كان انتخابي او غير ذلك او قضائي الى غير ذلك. وبالتالي تقنين المواد، بس ناكدها مره اخرى، حصر المواد بالنسبه لنا هذا المنطق يتناقض، هو اللي يتناقض مع الماده اللي ذكرت لك بدايه الدستور اللي هي تقول ان الشعب هو مصدر السلطه. نعم، اذا هل وصل عدد النواب الموقعين على عريضه المطالبه او المقترح بتعديل الدستور وصل للنصاب؟ المؤشرات اللي تقول انه غالبيه النواب ماشيين في الاتجاه. امس كان 80، هل زادت هذه، هل زاد العدد؟ زاد العدد حسب المعلومات اللي عندي، واعتقد انه مدي في تواصل مضطرب. بالمقابل هل ما زالت المعارضة بإمكانها الحصول على الثلث المعطل؟ شو هو ذا الحراك ظهر، لأنه ما هو حراك معنى المعارضة اللي يعني ما فيه ذا التموقع التقليدي اللي عندنا به، اللي اليوم فيها نواب من الأغلبية ضده، نعم، وفي نواب من المعارضة معه، وبالتالي وهناك ايضا نواب من المعارضه ضد هذا التعديل. طبعا طبعا انا قلت لك فيه نواب من المعارضه، معناها في نواب خير من المعارضه، في نواب من المعارضه معاه وفي نواب من المعارضه ضده، في نواب من الاغلبيه معاه وفي نواب من الاغلبيه ضده، وبالتالي التموقع التقليدي اللي عندنا يقدر يعود ما هو بشكل اللي موجود، يغير على الشكل العام، فيه نواب ضده وفي نواب معاه، وهذا مشهد ديمقراطي مهم. اذا ما هي خطوتكم المقبله؟ على ما اعتقد انه الاجراء الدستوري العادي هو تقديم الملتمس، وبعد ذاك هو تقديمه لي، تقديم الملتمس للجمعيه، هذا مبادره من الجمعيه الوطنيه. نعم. مبادره من الجمعيه الوطنيه تقدم لرئيس الجمعيه الوطنيه ويتم قرار. هل تم برمجه التصويت؟ لا، لحد الساعه لا، ما لي بذلك على نعم. حسب، لكن هذه بعض هذه الاحزاب تم تسويق، وبعض الاحزاب التي تاخرت في الانضمام الى هذا الركب، ركب المطالبه بتقديم مقترح لتغيير الدستور، انها خشيت ان تكون هذه الخطوة ليست لها مباركة من طرف الجهات العليا. بعض الأحزاب، من تقصد بعض الأحزاب؟ بعض الأحزاب التي تأخرت عن الالتحاق بهذا الركب. على كل حال كيف يسوون، أنا لا بعض الأحزاب، أنا بعد. لأن أنتم كنتم وقعتم من بداية الشرارة ليلة السبت. احنا بالنسبة لنا موضوع فكرة التعديلات الدستورية كيف اللي ذكرت لك عنها، موضوع بالنسبة لنا متبني وظاهر أنه ضروري وظاهر أنه مهم. نعم، إذا برأيك هل هذه مثلا ظاهرة سياسية صحية؟ لنعود إلى بداية الحديث، هل هذه ظاهرة صحية وستدفع بالديمقراطية في موريتانيا إلى الأمام، أم أنها خطوة ستبقي البلاد في دوامة هذه الدائرة، تعديل دستوري، معارضة لتعديل الدستوري وهكذا؟ وشو هذا حراك سياسي؟ نعم، قانوني دستوري صحي، تصور حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي أنه حراك صحي، هم معارضة وهم موالاة، فهم بعض الأحزاب مطالبة بتعديل دستوري معين، فهم بعض الأحزاب الأخرى ترفض، فهم بعض الأحزاب تعتبره قانوني دستوري، فهم لا تعتبره غير قانوني، فهم خلاف سياسي، هذا اجتهاد. الممارسة السياسية بشكل عام لازم بتها، ما فيها ما تخرج عن الإطار. بعض الأحزاب السياسية عندها توجه معين، عندها برنامج معين، وبعضها أكثر، هذا ما شايف فيه شيء خارج عن الإطار المألوف وخارج عن الإطار السياسي، ظاهر أن هذا كامل ده إطار سياسي معروف. ولا في شيء غريب، ما في شيء مفاجئ. هل هناك حوارات مع بقيه النواب التي لم توقع حتى الان من الاغلبيه ومن احزاب المحاضره؟ مستمره الحوارات، مستمره بين مختلف الاطراف للوصول. اذا الاحزاب المحاضره كلها وقعت، نواب الاحزاب المحاضره اللي عندي بعلم لاحظوا، نحن الاحزاب الاخرى ما نعرف. اذا ما هو رايك بما ذهبت اليه احزاب المعارضه التكتل والمنتدى وحتى مؤسسه المعارضه الديمقراطيه، وصفت هذا المقترح يعني بانه خرق للدستور وانه سيقوض الديمقراطيه في موريتانيا، ما هو تعليقكم على هذا؟ انا ما نعرف مد الى مارسة حقها الدستوري القانوني ان قال ان هذا مخالف الدستور. المشرع الموريتاني اعطى البرلمان
حق تعديل الدستور. من يقوم به البرلمان يعتبر هذا خرق للدستور؟ هذا بعد أنا ما يفهم. أنا قاعد سمعت إن فيه البعض قال إنه لا يجر يكون نواب محاكم دولية ومحاكم إقليمية ومحاكم شعبية. هذا لأنه كيف قلنا بيان الله يهرم باب الفكاهة. وإحنا بعد الحزب رأنا مستعدين لكل محاكم الدولية والإقليمية والشعبية. نعم، لكن كما قلت فعلا تعديل الدستور يتيح القانون، لكن إذا قمنا نحن الموريتانيين بتطبيق أو بفعل كل ما يتيحه القانون سندخل في مشكلة. هناك القانون حتى أنه سيتيح لنا التساهل بهذا الدستور الذي تقولون إنه في النهاية ليس نص مقدس. طبعا كيف قلت لك الدستور ليس نص مقدس، ولكن الممارسة الديمقراطية هذا شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية. تعديل الدستور شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية. وإن تعود فيه مجموعة من البرلمانيين انتخبوا من الشعب وجابوا من رقبة البرلمان. نعم. عندهم ما يمكنهم من تعديل الدستور للصفة ظاهر هو منها أصلح الموريتاني. نعم. إيه هذا حق طبيعي ومشروع. ما قلت حد يجيهم عليه. اللي يجيهم عليه دانهم يعودوا عدلوا شيء ما هو خارج الدستور، والله يجيهم عدلوا شيء مواد ما هي يقال منين عودوا ذا اللي ماشيين فيها لا في إطار دستوري وفي إطار قانوني ويسحب والدستور هو اللي يشرعوا لهم. ما الله عاد يقول أنتم خارج القانون وخارج الدستور. نعم، إذا ما الذي سيغير هذا المسار الجديد، مسار المطالبة بفتح المأموريات في مشهد موريتانيا ما قبل انتخابات 2019؟ المشهد السياسي. ما الذي سيغير في المشهد؟ المشهد السياسي. لا أعتقد إنه المشهد السياسي حسب اللي متهيئ لي وحسب اللي ظاهر لي ظهرك إنه فيه مستوى من الرتابة، لأنه ولكن على كل حال هو أنا كيف نعرفه فيها أغلبية وفيها معارضة وفيها اللي ما هو في الأغلبية ولا هو في المعارضة، وظهر لأن الفترة الجاية لا تعود فترة حبلة، لأن لا تعود حبلة مليئة بالجديد ومليئة بالمتغيرات، وراجعنا إن شاء الله تعود خير لنا كامل. نعم، لكن لا تعتقد أن هذا المسار الجديد سيكون له ما بعده، خصوصا في إذا طورت أحزاب المعارضة التي تقف الآن ضد هذا المقترح التعديل، سواء في الأحزاب أو في نوابها داخل القبة البرلمانية، هل سيكون هناك تطور؟ أنا ما يهمني هو الحديث عن الإطار القانوني والدستوري. ظاهر لي أنه ضمن الإطار القانوني والدستوري هم آليات معروفة يجب اتباعها، واللي يكسب المعركة يكسبها ضمن الإطار الدستوري والقانوني. إذا عاد هم آليات أخرى كيف يبدو انك تشير عليها؟ انا معاني ما بالنسبه لي ما عندي عنها توقع، ولا نعرف ذاك الله يخلق. على كل حال انا متهيئ لي النايب يؤمن بالديمقراطيه ويؤمن ويطالب بالتناوب على السلطه، يلا عود هذا لا يقبل انه في معركه معينه خسرها نتيجه الشعب هو اللي خسر المعركه، ما هو الشعب هو اللي فرض رأي المجموعه باللي يقول اعطاها صوت، هو اللي رشح هو اللي قدم. نعم، لكن المعارضة أيضا تستند على فيما تقول إلى القسم الذي أداه الرئيس محمد عبد العزيز بأنه لن يساهم بأي شكل من الأشكال في أي إجراء من شأنه تعديل الدستور لفتح المأموريات. على كل حال هو المقترح مقدم النواب. نعم. سبع علمي، وبالتالي الرئيس ما عنده فيه دخل. والإجراءات القانونية الرئيس ما عنده فيها دخل. وبالتالي الرئيس ما هو معني به. ما هو معني به نهائيا به، لأن الدستور يكفل للرئيس حق تعديل الدستور ويكفل للبرلمان حق تعديل الدستور، وبالتالي الرئيس ما هو معني به. إذا هل باعتقادك أن النواب المطالبين بهذا المقترح سينجحون فيما يصبون إليه؟ بكل تأكيد سينجحون، لأنه يملكون الأغلبية الكافية لتحقيق ما يصبون إليه. لن يكون هناك أي عرقلة؟ من الناحية القانونية والدستورية لن تكون هناك أي عرقلة، لأنهم يملكون الأغلبية وباستطاعتهم تمرير التعديل الدستوري بكل سهولة. نعم، إذا أين وصلت الأمور لحد الساعة؟ قلت بأن العدد زاد على 80 عدد النواب حسب المعلومات الموقعين على هذه، إذا ما الذي يجري حاليا؟ هل هناك اتصالات على أي من أي شكل؟ في اتصالات مستمرة بين النواب اللي لحد الساعة ما زالوا ما توقعوا، بين النواب اللي لا توقعوا، واتصالات مستمرة وستستمر إلى غاية يتم وضع ملتمس التعديل. إذا تتوقعون إجراء استفتاء بعد قبول البرلمان، تمرير البرلمان لهذه
هذا المقترح؟ نتوقع أن تسير الإجراءات القانونية والدستورية بشكل طبيعي. ألا تعتقد أن هذا الاستفسار سيعرقل إجراء الانتخابات لأن الفترة الزمنية باتت محدودة الآن؟ اللجنة المستقلة إن لم تكن بدأت في إجراء الإحصاء الإداري أو تحين قاعدة البيانات والبدء في، ألا ترون بأنها سيربك حتى عمل اللجنة؟ لا أعتقد أنه سيربك، لأنه عملية استفتاء عملية ما هي مكلفة، واللجنة المستقلة أيضا لجنة حسب المعلومات المتوفرة عنها لجنة مميزة، ولجنة كانت عندها تجربة سابقة مهمة واستطاعت أن تنجز العمل الماضي بشكل جيد واتفاق جميع الفرقاء السياسيين، وظهر لي أن هذا العمل يدور عودة العمل بس. نعم. إذا ما صحت ما تم تداوله في نهاية عطلة نهاية الأسبوع بأن هناك أوامر عليا جاءت بعد 24 ساعة من هذا المقترح بتوقيف هذا المسار، ما الذي توصلتم به بهذا الشأن؟ أوامر عليا ما في العجلات الأحزاب الأخرى، إحنا بعد ما نقع معنيين بالأوامر العليا، لأن بالنسبة لنا هذه فكرتنا وقناعتنا مقدمينها، اللي يبغى يمشي فيه يمشي ولا يبغى يمشي فيه يمشي. على كل حال عاد في أوامر عليا جاءت لبعض الأحزاب السياسية، ما لنا لا علم لي بها ولا في لي عنها خبر. إذا كسؤال أخير، ما هو تقييمكم لهذا المسار في يعني كلمات محدودة؟ ما هو تقييمكم له؟ مسار اللي واحدين فيه؟ نعم نعم، مسار تغيير الدستور. أنا أعتقد أنه لحد الساعة يمر بصورة سلسة، يسلك مسار القانوني الدستوري السليم، وأيضا التعاطي السياسي إلى حد الساعة بين مختلف الفرقاء السياسيين في الإطار تعاطي أيضا تعاطي جيد، تعاطي مهم، تعاطي محترم. شكرا جزيلا لك نائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي بابا والبينون، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج الحداثة على شاشة الساحل، تناولنا فيها موضوع الساحة السياسية في موريتانيا وهو المقترح الذي تقدمت به مجموعة من نواب الأغلبية لتعديل الدستور سعيا إلى فتح المأموريات. إلى اللقاء.